اختراع بحجم كرة طائرة، لكن أثره حقق ثورة في عالم الاتصال. منذ 50 عاماً وتحديداً في 10 يوليو عام 1962، كانت بداية عصر جديد من الاتصالات العالمية، مع إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات في العالم تيلستار 1، الذي طورته شركة الهاتف والتلغراف الأمريكية. بالعودة إلى تاريخ نقل المعلومات عن طريق الأقمار الصناعية، سنجد أن الأمريكيين بدأوا الاهتمام بأبحاث الفضاء ومحاولات إطلاق أقمار الاتصال لإرسال إشارات الهاتف والراديو والتلفزيون بعد رؤيتهم إطلاق السوفيات سبوتنيك 1، أول قمر صناعي عام 1957. ونجحت المحاولات الأمريكية بعد 5 سنوات مع انطلاق مهمة تيلستار 1، التي كانت تضع نصب عينها هدفاً محدداً، إثبات جدوى نقل المعلومات عبر الأقمار الصناعية، وهذا ما حققته بعد وقت قصير، ونقلت أول إشارة تلفزيونية عبر المحيط الأطلسي في العالم لربط الولايات المتحدة وفرنسا في نوفمبر عام 1962، كما سهل أكثر من 400 عملية إرسال عبر الهاتف والتلغراف والفاكس والتلفزيون، وكان نموذجاً لوضع الأساس لكل أقمار الاتصالات التي جاءت لاحقاً.